قرارات هامة وتوجيهات صارمة تخص عدة قطاعات تم اتخاذها خلال مجلس الوزراء، قرارات تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتساهم في حركية الاقتصاد الوطني. قطاع الرقمنة الذي جعله رئيس الجمهورية في صلب أولويات بناء الجزائر الجديدة سيشهد استحداث مجمع دراسات لمتابعة مشروع بنك المعطيات الوطني، مشروع يعرف وتيرة إنجاز متقدمة. وبخصوص آجال مرور السلع المستوردة عبر الموانئ، أزدى السيد الرئيس تعليمات لتقليص آجال انتظار البواخر في عرض البحر قبالة الموانئ لمدة أقصها 24 ساعة إلى جانب احترام مواعيد إفراغ الشحن، مما سيسمح بتحرير المساحات المينائية الجافة وكذا تخفيف الضغط على ميناء العاصمة بتوجيه نسبة من حركة ملاحة السفن نحو كل موانئ الوطن. المؤسسات الناشئة هي الأخرى أخذت حيزاً معتبراً في مجلس الوزراء الأخير، أين أمر رئيس الجمهورية بفتح المجال أكثر أمام هذه المؤسسات للاستفادة من المشاريع العمومية، مع تكليف وزير القطاع بالإسراع في فتح الوكالات الجهوية المكلفة بتمويل مشاريع المؤسسات الناشئة ومتابعتها وتقليص آجال استحداث المؤسسات الجديدة. توفير المياه الشروب للساكنة رهان آخر تعمل عليه الجزائر من خلال عدة مشاريع لمحطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها، وها هي ولاية زيوزو ستحظى بمحطة جديدة في تامدا أوغمون ببلدية إفليسن. في نفس الإطار وبعد التذبذب الذي عرفته ولاية تيارت مؤخرا في التزود بالماء الشروب، أعطى الرئيس تعليمات باتخاذ إجراءات استعجالية واستثنائية لا تتعدى 48 ساعة، من بينها إنجاز مشروع لتحويل المياه انطلاقا من منطقة شط الشرقي على مسافة 42 كيلومتر، وإنجاز 8500 متر طولي من الآبار بما فيها التجهيز والربط بالكهرباء، وإنجاز 4000 متر طولي لآبار استكشافية عميقة في الرشيقة والرحوية وسيدي بختي ومشرع الصفا. إعداد استراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل تصدير المنتجات الجزائرية هو ما أمر به رئيس الجمهورية في ختام مجلس الوزراء، خاصة وأن الدولة اتخذت مؤخرا عدة إجراءات تصب في مجملها لتشجيع تصدير المنتوج الجزائري دعما للاقتصاد الوطني وتوفير مورد إضافي للعملة الصعبة.